فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يكون إخراج الزكاة في الأطعمة التي نصنعها ثم نقوم بعرضها للبيع؟ بالأطعمة إيش؟ كيف تكون إخراج الزكاة في الأطعمة التي نصنعها ثم نعرضها للبيع؟ يعني يطبخونها، يصنعونها يعني يطبخونها ويعرضونها للبيع. ما أدري وش معنى هذا. يصير عروض تجارة فيها الزكاة. نعم، إذا كانت تنوى للبيع. نعم.